كل ما جميل العلوي انقذ زي طارق استاذ ارشد راح ينقذكم اسمه بالانجليزي خلال شرح ثامن ومفصل على قناه اليوتيوب وبطريقه سهله ومبسطه النجاح وان شاء الله خليكم ويانا وتابع الفيديو للاخير من اطبق هاي الخطوه. طلابنا الاعزاء ان شاء الله اليوم نبلش بيونت 3، لكن قبل لا ابلش لكم بيونت 3 احب اقول لكم مجموعه معلومات عليها. احنا مثل ما تعلمنا بيونت 2 شرحت لكم معلومات وانطيتكم معلومات عامة على الوحدة الثانية، فإن شاء الله هسه أنطيكم معلومات عامة على الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة طلاب بها فقط 4 مواضيع قواعد، يعني إذا تريدون تكتبونها فد ملاحظات أو فد تكتبون عليها معلومة. الوحدة الثالثة بها شكل موضوع 4 فقط. الوحدة الثالثة مو مثل الأولى والثانية، الأولى والثانية بيها قطع كتاب 2، لكن الوحدة الثالثة بيها قطعة كتاب 1. زين، أما بالنسبة للإنشاء هم إنشاء 1 اللي هو فوائد الدراسة في بريطانيا. على كل حال وإن شاء الله اليوم نبلش، هاي كل اللي عندي. وبالمناسبة تمارينها تكون قليلة، يعني التمارين الحفظية، فيعني الوحدة الثالثة تقريبا أسهل وحدة من باقي الوحدات، الوحدة الأولى والثانية من ناحية الحفظ، يعني أنا أشوفها هيك هالشكل. زين انتبه علي يا طلاب، اليوم ابلش لكم موضوع تعاريف المهن، job definitions. زين، وهذا الموضوع طلاب انا كاتب تقريبا 5 جمل وهذول كلهم مزاريات، واعطيكم معلومه على هذا الموضوع. هذا الموضوع جاي 40 مره في الامتحان الوزاري، تقريبا ما يقارب 40 مره في الامتحان الوزاري. زين، تلقونه ملزمه الوزاريات 40 مره ذاكره لكم اني وذاكر السنوات مالته. فعلى كل حال اسمه job definitions. طبعا طلاب اللي يريد يسيطر على هذا الموضوع، موضوع بسيط جدا ان شاء الله، اللي يريد يسيطر على هذا الموضوع يحفظ القاعده هاي مالته، القاعده. زين، اذا حفظت القاعده راح اعطيكم يعني فد ملاحظات تساعدكم بالحل ان شاء الله. فالملاحظه الاولى طلاب، الملاحظه الاولى اللي راح تساعدكم بالحل انه هذا الموضوع شلون راح تعرفونه في الامتحان الوزاري. طبعا انا اقصد لكم الامتحان الوزاري، يعرف من كلمه define، يعني تعرفونه بالامتحان الوزاري من يا كلمه من كلمه define اللي هي شنو معناتها. طلاب حفظوها، معناتها عرف. define شنو معناتها؟ عرف. تعرفه بالامتحان، تعرفينه بالامتحان الوزاري من يا كلمة ديفاين. يعني مثلا تعالوا علي هنا شوية تفولي، فمثلا هاي ديفاين a cameraman، ديفاين an architect، ديفاين a nurse، ديفاين plumber، ديفاين hotel manager. سو هذولي يعني ينعرفه من كلمة ديفاين. بعد معلومة ثانية، زين المعلومة الثانية شن هي؟ طبعا بالمناسبة طلاب هذا الموضوع يعرف لي الوظائف، الدكتور شنو هو؟ تقول له يابا هو شخصا ما يساعد الناس، المرضى او يعالج المرضى، هالشكل. عرف لي مثلا الكاميرا مان، المصور شخصا ما، يعني يعد الكاميرا للفيلم للبرنامج. فهذا تعاريف للمهن، المهن بشكل عام اللي موجوده ما يقارب 19 مهنه هو ذاكرينها بالكتاب. فان شاء الله هذني يعني راح يتقبل اكثر من احتمال هذا الموضوع، يعني جيته بالوزاره يتقبل يعني مرتين، ممكن يجيب اكثر من طريقه، يعني من طريقه اولى طريقه ثانيه اكثر طريقه اللي كاتبها عصب ورح ثاني. زين بالمناسبه طلاب هسه نعرفه من يا كلمه ديفاين، ما اطيل عليكم الحديث، اعرفه من يا كلمه ديفاين لانه الموضوع بسيط جدا ان شاء الله. فبالنسبه للقاعده اي او ان زائد اسم المهنه، زين اسم المهنه وين القاه؟ زين ليه ما تخلي اي او ان؟ زين بالك ويا طلاب، خلينا نجي لاسم المهنه وين نلقاه، بعدين خلينا نتعلم شلون نخلي الاي او الان، وعلى الاغلب انه نلقاهم هو ذاكرهم الي. زين نجد اسم المهنه، ممكن تلقاه بمنزلتك او منزله ثانيه او مدرسكم اللي بالمدرسه، ممكن يقول لكم مو اسم المهنه اسم الوظيفه، ماكو مشكله هو اسم المهنه او اسم الوظيفه. نجد اسم المهنة بعد كلمة define وياي إن شاء الله طلاب، نجد اسم المهنة بعد يا هي
بعدها كلمة define، يعني إذا لقيت define فاللي بعدها شنو هاي؟ اسم المهنة. I define شنو بعدها؟ اسم المهنة. هاي define شنو بعدها؟ اسم المهنة. هاي define شنو بعدها؟ اسم المهنة. زين خلصنا من اسم المهنة. استاذ ليه متخلي أي وأن؟ شوف قلبي، على الأغلب بالامتحان الوزاري هو يخليه، فساني بخليه ننزل، خلينا ننزل اسم المهنة اللي هو كاميرا مان. بعدين أرجع أكملكم الملاحظات. كاميرا مان بادي بيمن حرف صحيح. فإذا بدأ اسم المهنة إذا تريدون تكتبونها ملاحظة، هي بسيطة جدا يعني، ذكر إحنا من كنا بالخامس ابتدائي ندرسها يعني. فإذا بدأ اسم المهنة بحرف صحيح أخلي شنو طلاب؟ أي. زين إذا بادي بحرف صحيح شو أخلي؟ أخليها الأي. زين بلا تعليل هذا التعريف. Define an architect، عرف المهندس المعماري. أول سؤال أسألكم إياه هسه، هاي الجملة مين عرفتها موضوع التعريف المهن؟ تقول لي استاذ من كلمة define. أوكي اسم المهنة وين تلقاه؟ بعد كلمة define. جيد جدا. زين بالك وياي طلاب، فأني هسه شو أسوي؟ أنزل اسم المهنة architect، معناته المهندس المعماري. وياي إن شاء الله طلاب. بادي بيمن بحرف علة، فشنو أستخدم؟ أن. تمام إن شاء الله. هسه أنا جاي أعلمك بس على هاي الشغلة وهاي الشغلة، هذول وين تلقاهم هذول شلون نضيفهم. ها تمام إن شاء الله. زين موضوع بسيط كلش والله، يعني موضوع يعني صراحة إنه الطالب من يريد يقرأ يعني ما يطول 5 دقائق 10 دقائق بالنسبة للمراجعة مالته. زين على الأغلب الأي أو الآن يخليها لكم، يعني مثلا كاميرا مان هو خالها، architect معناته خالها مهندس المعماري، فعلى الأغلب شنو خالها؟ الجواب الوزاري هو خالهم الأي والآن. زين أني من مساحتهم أريدك تتعلم، خاف ما عندك معلومة يعني، خاف أكو طلاب مستواهم ضعيف فأني أعلمهم هنا. تمام. زين فكملت الآن والأي زائد اسم المهنة. زين زائد شنو طلاب؟ أكتب is someone who، شنو أكتب is someone؟ ردوا وياي is someone شنو هو؟ جيد is someone هو أنزلها، فأني أنزل هاي العبارة is، كلكم حافظينها someone who. زين طلاب ممكن أغيرها بغير عبارة، ممكن تاهونها بالمدرسة مدرستكم أو المدرس مالتش أو المدرسة مالتش ممكن ما يذكر لك someone هو أو ما تذكر لك someone هو، ممكن يقول لكم a person who، ماكو مشكلة يعني ذكركم someone هو أو a person هو. على الأغلب إحنا المحتاج عليه بالامتحان الوزاري حتى المصحح شوف بعض الأجوبة النموذجية يذكر له someone هو، يعني هي الأفضل إنه واحد يستخدم someone هو. وبعد ممكن إن نقدر نستخدم responsible for ونضيف للفعل ing، هاي الهوسة كلها ما لها داعي. زين فقط أكتب someone هو وانتهت. زين نرجع للتعريف مالتنا هسه هذا اللي فوق. أول شغلة خلي أسألكم أرجع لكم الموضوع مين أعرفه؟ أعرفه من كلمة define. زين طلاب اسم المهنة وين نلقاه؟ نجد اسم المهنة، اسم المهنة بعد كلمة define، مو هاي define هذا اللي بعده اسم المهنة. ذكرنا كاميرامان. زين ونزلنا اسم المهنة شبق عدي someone هو، قلنا a person هو هم صحيحة، وأكو بعد طريقة ثالثة فعفوها، هاي الطريقة كلهم عفوهم استخدموا someone هو. زين استاذ كاتب فعل شبي طلاب؟ فعل بي اس، يعني زمن الجملة بالنسبة للتعريف راح يكون في المضارع البسيط. ففعل شبي اس أو شنو أوصفة؟ عفولي هاي أوصفة خلنا مسحها لكم، خلوا ببالكم انه someone هو شنو يجي وراها؟ فعل بي اس. هسه حاليا بس فعل بي اس. تمام ان شاء الله ما نرد ادوقكم، بعدين ارجع لكم شنو معنى الصفه. زين شلون اعرف هذا فعل او صفه؟ بس اصبروا علي شويه، خليني اعطيكم فد ملاحظه بسيطه عليه هذا الموضوع. قلنا نجد اسم المهنه بعد كلمه define، وذكرنا اسم المهنه وكتبنا someone هو. زين ايش بعد عندي طلاب وراء someone هو؟ فعل شبيه اس زائد تكمله الجمله. زين الفعل والتكملة وين راح ألقاهم؟ بالك وياي يا طلاب، نجد الفعل والتكملة بعد كلمة
يوز يعني بين قوسين راح تلقاهم ورا كلمة يوز. شوف لي هاي كلمة يوز طلاب، هذا أول واحد وراه شنو؟ فعل. أول واحد شنو؟ فعل، والباقي كله تكمله. زين بس بالك وياه، هسه أنا هذا الفعل إيش لازم أضيف له؟ أضيف له اس فأوبريت. زين أنزلها وش أضيف طلاب للفعل؟ اس. على الأغلب في الامتحان الوزاري هو يضيف لي اس. في الامتحان الوزاري هو تلقى الفعل ضايف له اس. زين صار إذا ما ضايف له اس فسانك جاي أقول لك الفعل إذا ما بي اس ضيف له شنو؟ اس. زين وبعدها شو تسوي؟ تنزل التكملة وخلاص الموضوع. ما فهمت هالنقطة الأولى، تعال وياي خلي نسولف أمسحها لكم. ما عندي مساحة تعذروني، عندي بس كلينكس. زين أمسحها لكم، ماكو مشكلة أمسحها لكم. وانتبهوا علي راح أعيد لكم هاي الجملة. طلع موضوع تعاريف المهن job definitions من أعرفه في الامتحان الوزاري؟ جاوبني. يعرف من كلمة define، مو هاي define؟ ها؟ زين بعدها ايش راح ألقى بعد كلمة define؟ اسم المهنة. زين أوكي هناني شنو أخلي قبل اسم المهنة؟ أن. زين استاذ هو منطيني اياها، هاي هو منطيها نزلها. أن architect. زين بعدها طلاب شن انزل يا عبارة؟ انزل عبارة شنو؟ is someone who. وقلنا يا ذا بالمدرسة ممكن يقول لكم a person who او someone who responsible for وفعل ing. اصلا هاي الطريقة ما لها داعي طلاب، هو هاي الطريقة المعروفة المعلومة المألوفة عند الطلاب والمدرسين. زين someone هو فعل شبي بعتها، فعل يحتوي على اس. فاجي هنا الفعل وين القى طلاب؟ هاي يوز بعتها شنو راح يكون الفعل؟ ساد الفعل خالي بي اس، هاي تمام نزل الفعل والتكمله. هاي الجمله بيها بس كلمتين، فديزاين بولدينجز يصمم البنايات. An architect المهندس المعماري هو شخصا ما. الصمن هو ذات يدون ترجمونها شنو معناته؟ الصمن هو معناته هو شخصا ما. زين designs buildings يصمم البنايات. زين بالكم يعني طبعا خلي نجي بعد الجمل أكثر فكرة يعني أريدكم تنتبهون علي بيها موجودة بهاي الجملة بهاي الجملة وهاي الجملة، فأريدكم منتبهين عليه. الموضوع هذا حله، هاي طريقته وخلص، يعني خلص ما عندي بعد أي شيء. لكن أكو فد أفكار بسيطة يعني لازم أتطرقها لكم أسمعكم إياها، وأكو طريقة ثانية هم لازم أشرحها لكم، فخليكم هادئين وياي ومستمرين حتى تشوفون شون يجي هذا الموضوع ومن شنو الأفكار اللي بي. يابا يا موضوع طلاب يا موضوع تقول لي يا أستاذ موضوع تعاريف المهن من عرفنا من هاي الكلمة، من هاي الكلمة عرفته موضوع تعاريف المهن. زين بعد وياي طلاب اسم المهنة وين نلقى؟ أنا ذكرت لك مجموعة ملاحظات بسيطة جدا من قد ما راح تحل، أصلا ما يحتاج تحفظهم هذول الملاحظات. زين a nurse شنو معنى a nurse؟ معناتها الممرضة. زين a nurse بعدها شنو اكتب طلاب؟ اكتب عبارة is some نفس الحكي someone who. زين is someone who شنو بعدها طلاب؟ احنا قلنا خلي نخلي ببالنا انه اكو بس فعل، بعدين اعلمكم شلون صفة وشون اميز انه is someone who شي يجي وراها فعل وصفة، ليه متلقى الفعل وليه متلقى الصفة. على كل حال بلكم ويا فعل شنو اضيف له؟ اس. فالفعل انا ذاكر لك نلقى الفعل ها والتكمله بعد يوز، مو هاي يوز، فاللي بعتها هذا شنو طلاب؟ بس جاوبني هذا شنو؟ فعل. زين الفعل شنو اضيف له؟ اس.
على الاغلب في الامتحان الوزاري تلقى هو ضايفها الاس، بس انا جاي ما اضيفها حتى اعلمك شلون تضيفها، حتى اعلمك شلون تلقى الفعل، واقول لك قبل تكمله ما يحتاج بعد. زين اجي انزل التكمله اللي هي after، بس اريدكم منتبهين علي after sick people، اللي ينتبه علي يعني ما يعبر عليه اي شيء ان شاء الله بالامتحان الوزاري. and شوفوا لي هاي الاند تربط بين جملتين فعليه، زين بين جملتين، هسه مره تربط لي بين اسم واسم، مره تربط لي بين فعل وفعل، جمله اسميه بجمله اسميه، جمله فعليه بجمله فعليه، هسه رابطت لي بين هذا الفعل وهذا الفعل. فيابا يا طلاب، ها هسه تقول لي استاذ انا هذا اعرفه اللوك، اعرفه انه شنو فعل، والهيرب احفظه طلاب. هيرب يساعد، ماكو واحد ما يعرفها، اذا ما تعرفها خليها يمك، اكتب هيرب يساعد. زين الفعل هذا شنو اضيف له طلاب؟ هذا الفعل اضيف له كذلك اس، يعني لو بعد يجي عندي غير فعل هم اماتين اضيف له شنو؟ اس. فانتبه علي طلاب، بعض الجمل يعني هسه هاي الجمله وهاي الجمله نفس الشيء تحمل فعلين بيهم شنو؟ فعلين. هسه قلت لك يا بلوك احفظها، احفظها لوك ينظر، زين هوب احفظه معناته يساعد. زين فهذا فعل اول وهذا فعل ثاني، يعني الجمله بيها فعلين، يعني شلون واحد يقول يعني ينظر ويساعد، مثلا واحد شي يقول يقرا ويكتب، فعلين هذا فعل وهذا فعل، فهذا الفعل اضيف له اس وهذا الفعل ماتين اضيف له اس. واكتب كلمه دكتور دكتورز سوري وخلاص. عفوا لي هاي الجمله، شوفوا لي هسه هاي الجمله define a plumber شنو معناته؟ السباك هذا اللي اسس المي، هو اللي اسس مي اسمه plumber سباك. زين use fix and install، fix and install احذر من الاند. زين مره تربط لي بين فعلين ومره تربط لي بين من اسمين. pipes for waters for water install طلاب احنا ماخذينها مفرده بالوحده الثانيه يعني، زين وفكس هماتين ماخذينها بالوحده الثانيه. موضوع الافعال السبب وانا ذاكرها الجمله يعني اللي بيها فكس. يلا تعالوا وياي. زين اسم المهنه وين القاه؟ يلا شباب زين الموضوع ما نعرفه، يعرف من كلمه ديفاين. زين اسم المهنه وين تلقاه؟ بعد كلمه ديفاين. تمام زين فهذا اسم المهنه مسبوق باي، اوكي يعني بس اسويها كابيتال لتر، فاكتب كلمه بلمبر. زين وياي طلاب بس ركز وياي، صح الموضوع انا طولت فيه اكثر من اللازم لكن هو يحتاج كان يحتاج شرح اكثر. زين بلمبر، زين كملت اسم المهنه شو اكتب طلاب؟ اي جاوبوني انتم، تفاعلوا وياي، اكتب يلا اكتب شنو؟ از رد وياي، رد وياي سمون ها هو. زين نزلتها someone who is someone who. زين بعد someone who شنو طلع؟ فعل بي اس، هذا الفعل ليش؟ وين نلقى الفعل؟ هاي يوز اللي بعتها فعل. قلت لك الان تربط لي بين جملتين فعليه بين فعلين بين اسمين، فهذا ما دام فعل انا عندي معلومه، عندي معلومه انه بعد يوز فعل. زين هذا فعل فهذا ايش راح يصير هماتي؟ هم يصير فهذا فعل اول وهذا شنو طلاب؟ فعل ثاني. زين فهذا الفعل شنو اضيف له؟ جاوبوني طلاب، اضيف له اس الشخص الثالث، فخليك نبه هذا منتهي باكس، شو اضيفه لطلاب؟ اي اس. زين وانزلها للاند وارجع للفعل الثاني اضيف له اس، يعني شويه جاي نتعبكم بس خلوا ببالكم الجمله اذا بيها فعلين اضيف لهم، هسه بس هذول موجود بيهم فعلين طلاب، احفظهم اذا تريدون حفظ الافعال مالتهم، اصلا انتم لازم حافظينهم، ليش؟ لانهم موجودين بالوحده الثانيه. زين and installs pipes for water ونزلت تكمله، فهذا صار عندي فعل اول وهذا فعل ثاني ضفت لهم اس، فهاي انتبه عليها. اجوا بالامتحان الوزاري ضايفينهم للاس، تقول استاذ شاد جايبينهم بالامتحان الوزاري الفعل ضايف له اس، انت ليش جاي تشلع قلبنا او خليتنا نقلق ونفكر وشلون ما شاء؟ يابا كل شيء يجوز بالوزاري، هسه اني مدرس اقدر اروح باكر للامتحان
واخلي هذا الفعل بدون اس وهذا، واحاسب الطالب واخصم منه درجه. مو هنا الحكي، انتم طلاب تردون هواي طلاب وهواي طالبات يردون 100، فاني من اشرح لك شرح مفصل على مود انه انت تاخذ 100 بكل اريحيه. زين بالك وياي طلاب. Define a hotel manager who's responsible for running a hotel. هسه اريدكم شويه منتبهين علي ونرجع الى شغله. شغله كتبناها كنا كاتبينها ومسحناها وهسه راح نرجع نكتبها. فعل او شنو طلاب؟ او صفه. هسه راح اعلمك شلون هسه تعرفت شلون تتعامل ويا الفعل. فعل شلون اضيف له اس؟ مرات يجي عندي فعلين، مرات هو على الاغلب هو فعل بي اس منطيني. زين الصفه شلون اعرفها استاذ؟ بالك وياي طلاب. يلا جاهزين ان شاء الله؟ يلا انتبهوا علي يا طلاب. Define a hotel manager. فاني اجي يا موضوع طلاب اسالكم، اني اسالكم هاي الجمله جتك بالوزاري، طبعا كلهم جمل وزاري. يا موضوع تقول لي استاذ تعاريف المهن من عرفت طلاب؟ من كلمه ديفاين تذكر لي استاذ؟ قل لي كلمه ديفاين يعني موضوع تعاريف المهن. زين اسم المهنه وين القاه؟ بعد كلمه ديفاين a hotel manager اجي اكتبه. زين a hotel manager. اوكي سوري. زين بالك وياي هسه اريدكم مركزين وياي، لا تبردون لا تبردون، يعني صح شويه المحاضره صارت مطوله وكذا. A hotel manager شو اذكر؟ يلا كملت اسم المهنه شو اكتب طلاب؟ از يلا عافيه الابطال. از someone هو كتبت از someone هو. زين بالك وياي طلاب. زين بعد از someone هو انا عندي لو فعل لو صفه. زين شلون اعرفه صفه؟ شلون اعرفه فعل؟ الفعل اضيف له اس، الصفه شو اسوي لها؟ بالك وياي طلاب، شلون تعرفه فعل؟ شلون تعرفه صفه؟ الصفه شوف بالك وياي، خليني اكتب بالازرق يطلع مو واضح بالتصوير. الصفه الوحيده في هذا الموضوع هي responsible. What's the meaning of responsible؟ معناتها مسؤول، يعني صفة هذا الشخص ايش بي؟ مسؤول. زين responsible شنو معناتها؟ مسؤول. زين هسه الصفة الوحيدة شنو هي طلاب؟ الصفة الوحيدة هي responsible. نضع بس خطوة واحدة بس وننزل الجملة كما هي. نضع قبلها شنو طلاب؟ اخلي قبلها كلمه واحده وماكو طالب ما حافظها، اخلي قبلها از. فهاي responsible هسه يوز شنو وراها؟ احنا تعلمنا قلنا نلقى الفعل والتكمله بعد يوز، فهسه نلقى الفعل او الصفه بعد من؟ بعد يوز. فهاي الصفه زين شلون عرفت استاذ صفه؟ يابا بس هي هاي الصفه الوحيده، احفظها responsible. بالمناسبه المعاكس مالتها irresponsible. زين وماخذينها بالوحده الاولى. زين فهاي شنو طلع؟ صفه. شو اسوي هسه؟ انا ابدا احل شو اسوي؟ هاي الصفه شو اخلي قدامها؟ اخلي قدامها اس وارجع اكتبها للجمله كلها. هسه اذا كانت الجمله بشنو باديه؟ بصفه. فالصفه شنو اخلي قدامها النتيجه النهائيه؟ الصفه اخلي قدامها شنو؟ از. هسه خليتها للاز، شو ارجع؟ اكتب الصفه responsible for the sorry for running a hotel. زين عندنا اللايف جارد يعني نفسه بصفه واحده، يعني عندنا صفتين احنا بالتعاريف responsible. طلاب اتبع علي، هاي الملاحظات نزلوها وخلي شوي ادنا منها لهنا تمام. اذا تريدون تاخذون سكرين او تلقون بقناه التليجرام او اني انشرها يعني باليوتيوب حالات معينه. زين هذا الموضوع راح اكمل لكم بطريقه ثانيه، طريقه ثالثه، رابعه، خامسه، كلهم سهلات ما عدا الطريقه الثانيه، يعني انا راح اكتبها جزء الطلاب يعتمدون يحلونها. طريقه ثانيه طبعا جايه بالوزاري. زين فاكو طلاب ممكن يعني يروح يقرا الطريقه الثانيه حتى يضبط كل شيء. ف
فان شاء الله هسه بس امسح لكم الصبوره وارجع لكم. احبتي ارجع لكم بالشرح ونشرح طريقه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، لكن كلها طرق بسيطه ان شاء الله. ولكن يعني صراحه اني اشرحهم واخوض بتفاصيل الماده لانه هواي طلاب وهواي طالبات يردون درجه زينه ومرتبه، فانت ابقوا وياي بالطريقه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، مجرد حسب لو بس تستمع الي ما يخالف زين، مو شرط انه انت تروح وتعرف شلون الطريقه الخامسه والثالثه او الرابعه، بس استمع الي وان شاء الله يعني انت بعد انت وقناعتك انت وقناعتك. define a tour guide ويا طلاب tour guide زين معناته المرشد السياحي اعرفه، فاني عرفت الموضوع. يلا رجعوا لي للملاحظات، انا نسيت مساحتهم ما يخالف. رجعوا لي للملاحظات يا موضوع، موضوع job definitions تعريف المهن، وعرفتها من كلمة define زين. وهنا اجي طلاب طالب وياي نفس الطريقة، اسم المهنة، هذا اسم المهنة، القى بعد كلمة define زين. المهم tour guides بلق ويا طلاب شو اكتب هسه؟ راح اكتب عبارة someone who، فاجي اكتب as someone who زين. فاني اذا ارجع انه لازم عندي فعل وتكمله وينطيني اياهم بعد يوز، هسه ما موجودين، فهاي مين راح اجيبهم؟ اريدك منتبه علي الثواني افهمك شنو السالفه. طلاب بهاي الطريقه الثانيه اجت مرتين، كم مره جايه وزاري على مدار 10 سنوات تمهيدي، دور اول دور ثاني دور ثالث، نازحين خارج العراق دور اول دور ثاني، دراسات اسلاميه، جايه اجت مرتين فقط. فهذا الموضوع قراره يكون بيدكم، لا تقطع الفيديو ها اسف جاي مرتين خل اسد الفيديو، لا لا شوف الطريقه الثالثه الرابعه الخامسه شلون يجي. فالمهم الطريقه الثانيه جايه مرتين فقط، وهاي الجمله جايه 2016 الدور الثاني زين، واتوقع اكو غير جمله جايه ب 2018 يعني السنه مالتها اتوقعها ب 2018. المهم جملتين ان شاء الله. على كل حال فاني هسه لازم حافظ التعريف. انا عن نفسي بالمدرسه خليت الطلاب والطالبات يحفظون التعاريف ويحفظون المعاني مالتهم، اول شغله يستفادون منها بالقطع الخارجيه، وضغطت عليهم شلون ما كانوا امتحنتهم اكثر من مرتين او ثلاثه بيهم حتى يضبطونهم. ان شاء الله اتمنى لهم كل التوفيق. زين فكتبت عباره السمن هو، ففعل وتكمل اني لازم حافظهم، فهذا اني لازم حافظه، فاقول shows tourist around، فهذا طلاب حافظه. زين اساعدكم بشغله يعني ما متاكد منها 100%، حاولت اتاكد ما قدرت. ممكن نكتب غير التعريف اللي موجود بالكتاب، يعني اكتبه على المعنى. حاولت انه هسه يحاسبون ما يحاسبون، شفت مدرسين هواي يقولون ما يحاسبون، مدرسين يحاسبون، فاني ما اقدر اجزم صراحه زين. فاقول يعني الطالب اذا اختضى الامر وكانت ما يقدر يترك هالنقطه خليه يكتب تعريف من يمه، خاصة الطلاب والطالبات المتميزين. زين. الطريقة الثالثة، وقلنا الطريقة الثانية جاية اشقد؟ مرتين. فأنتوا طلاب كيفكم؟ القرار متروك لكم، مستقبلكم، وأنتوا أعرف بي وأحرص به. أكو طلاب هسه يقول لا مو شرط 198، بكيفك، هذا الأمر متروك لكم إن شاء الله. الطريقة الثالثة. طريقة الاختيارات ما جاية. واضح إن شاء الله؟ طريقة الاختيارات ما جاية. أنا شايفها ما جاية. هسه ما اعرف يعني جزء عابر علي نقطه، فلله والحاضرين مثل ما يقولون. A pilot شوفوها سهله كلش، ممكن يجيبونها بالشهريات اغلب المدرسين، انا شايف مدرسين يجيبونها. A pilot او an architect، pilot طيار، وarchitect معناته مهندس معماري. الصمن هو اساسا الدليل مالتي التكمله مال التعريف، او مرات بس الفعل. Flies يطير، يعني يا هو اللي يطير زين او يطير زين بالطيارة اللي هو يا هو البايلوت، فأني أختار بايلوت، فهذا فقط أختار هاي الكلمة بايلوت، هاي طريقة يجي بيها. ممكن يجي مزاوجة، ممكن يجي المزاوجة التعريف طلاب.
وانا شايف جايه النقطه. فانت اذا ضبطت الطريقه الثانيه اللي هي تحفظ التعاريف كلهن في المزاوجه راح شنو؟ راح تسيطر عليها. زين فراغات انا شايفه جاي فراغات. زين اتوقع كان البلمبر السباك. فانت اذا ضبطت الطريقه الثانيه الطريقه الثالثه والرابعه والخامسه كلهم تسيطر عليهم. اتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله فقط عندنا 3 محاضرات ونكمل الوحده الثالثه وبالتوفيق لكم.